بروح فطرت على الإبداع وهمة عالية، يجوب الشاب أحمد حداد أرجاء الحي الصناعي في منطقة الزعفرانية ببغداد بحثا عن مخلفات الحدادة وقطع غيار السيارات المهملة لإكمال مجسم لشخصيته المفضلة أوبتيموس برايم من فيلم ترانسفورمرز، وهو قائد الأوتوبوست المدافع عن الأرض والبشرية. فأوبتيموس برايم يحاول أن يوقف الحرب التي طالت لقرون. يطيل الشاب أحمد حداد النظر في أوبتيموس برايم النسخة العراقية بعد أن شارف على الانتهاء منه، ويسرح بخياله ليرى مجسمه الساكن يتحرك ليدافع عن أرض العراق ويطرد منها الغزاة كما يفعل أوبتيموس بنسخته الأصلية. لم يدرس الشاب أحمد حداد الفن، بل هو موهوب بالفطرة، واكتشف موهبته بنفسه بعد أن قرر في العام 2014 أن يقوم بصناعة بعض المجسمات الصغيرة من الخردة، واستمر في إنتاج الأعمال الصغيرة ومتابعة الفنانين من أصحاب الخبرة في هذا المجال، إلى حين صقلت موهبته ووصلت إلى مرحلة تؤهله على إنتاج هذا العمل الضخم الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 6 أمتار، واستغرق تركيب هذا المجسم حوالي شهر كامل. حال الشاب أحمد حداد ليس بأفضل من حال البقية، فهو خريج عاطل عن العمل، فبعد أن تخرج من معهد التكنولوجيا امتهن الحدادة، إلا أنه لم يترك صعوبات الحياة ومعوقاتها تسيطر عليه، فمن بين هذا الحطام خرج ليقول: ها أنا مبدع عراقي. ها هو الشاب أحمد حداد يحقق حلمه بصناعة مجسم لبطله الخيالي أوبتيموس برايم، وهو اليوم بانتظار بطل واقعي يحقق له حلمه الآخر المتمثل بدعم موهبته واحتضانها. لقناة رشيد الفضائية ليث حسين، بغداد. شكرا لك ليث على إعداد هذا التقرير، وأعتقد مشاهدينا كلكم عرفتوا أن ضيفي هو الفنان أحمد حداد.